بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أريد أن أسأل عن كتاب الموطأ والنحو الواضح لعلي الجارم ومصطفى أمين وبداية المجتهد لابن رشد، الاقتصار عليهم بالعناية أو الحفظ بعد القرآن، وهل هناك كتاب أفضل من الموطأ في الحديث يمكن حفظه والاقتصار عليه؟ السائل يسأل عن الموطأ، والذي يظهر من سؤاله وجمعه بين الموطأ والنحو الواضح وبداية المجتهد أنه مبتدئ، أو في حكم المبتدئ من طلاب العلم، أنه مبتدئ أو في حكم المبتدئ من طلاب العلم. مثل هذا صنف له كتب تناسب فهمه ومستواه العلمي، فللمبتدئين ألف أهل العلم كتبا في سائر الفنون تناسب مستواهم وتحصيلهم العلمي. فالمبتدئ في علم الحديث مثلا لا يليق به ولا يحسن أن يتطاول على الكتب المسندة كالموطأ مثلا، فالأجدر به أن يحفظ الأربعين، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب الأصلية المسندة. لا مانع من ذلك بعد حفظ هذه الكتب ومطالعة شروحها وحضور الدروس التي تشرح هذه الكتب. فإذا بدأ بالأربعين النووية ثم العمدة ثم بلوغ المرام له أن يقرأ في هذه الكتب المسندة ويستفيد منها إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للنحو الواضح، هو كتاب من المؤلفات المعاصرين، واعتني به وقرر على كثير من المعاهد، كان مقررا في المعاهد العلمية وغيرها، هو كتاب مرتب ومنظم وفيه أمثلة قواعد وشرح للقواعد وتمارين وما أشبه ذلك، وله أيضا يصاحبه حل لهذه التمارين التي في هذا الكتاب في كتاب مستقل، مثل نظير البلاغة الواضحة. على كل حال، العلماء رتبوا لمن أراد علم العربية كتب يتدرج فيها طالب العلم، فيقرأ مثلا بداية بالأجرمية، وهذا كتاب مختصر وواضح ومرتب ومبارك، انتفع به الناس منذ تأليفه إلى يومنا هذا، والناس ما زالوا ينتفعون به، وشروحه لا تعد ولا تحصى، ولا يتزال العناية به عند أهل العلم في جميع الأقطار. فالمبتدئ من طلاب العلم إذا أراد البداية في علم العربية أن يبدأ بالأجرمية ويقرأ في شروحها ويسمع ما سجل عليها ويحضر الدروس التي تعتني بها، ثم بعد ذلك إذا أنهى هذا الكتاب المختصر يبدأ بالقطر، قطر الندى لابن هشام، وعليه شروح للمؤلف وغيره، وإن قرأ في كافية ابن حاجب بدل القطر فهذا لا شك أنه معتمد في كثير من الأقطار. ثم بعد أن يتجاوز هذه المرحلة، مرحلة المتوسطين، يقرأ في ألفية ابن مالك، نظير ما قلناه في علم مصطلح الحديث، هو يقرأ في النخبة ثم اختصار علوم الحديث لابن كثير ثم ألفية العراقي. بداية المجتهد كتاب متين جدا، لا يناسب المبتدئين بل ولا المتوسطين من طلاب العلم، يناسب المنتهين، ويمرن الطالب على الاجتهاد، فيذكر الأقوال، أقوال أهل العلم، ومأخذ كل قول، ويربيه ويمرنه على الترجيح بين هذه الأقوال. لا، هذا الكتاب يناسب المنتهين والمتقدمين من طلاب العلم ولا يناسب المبتدئين، فالمبتدئ يبدأ بصغار العلم قبل كباره كما يقول أهل العلم، فيبدأ بالمتون الصغيرة ويحفظ المتن وينظر في الشروح ويسمع الأشرطة عليها ويحضر الدروس، ثم ينتقل إلى كتب الطبقة التي تلي طبقة المبتدئين من المتوسطين، ثم بعد ذلك ينظر في كتب المؤلفة للمتقدمين، وبذلك يترقى، لأن العلم كالمكان المرتفع العالي لعلوه وشرفه يحتاج إلى سلم يصعد إليه بواسطته، فلا بد أن يتدرج في العلم كما قرر أهل العلم.